السلام عليكم. قصة حاتم الأصم قصة من أجمل القصص الذي وجدت. في سنة من السنوات اشتاق حاتم الأصم إلى الحج، ولكنه لا يملك نفقة على نفسه ولا على أهله من بعده، لأنه سوف يغيب عنهم أشهرا. فلما اقترب موسم الحج أخذه الهم والحزن والغم، حتى قاده ذلك إلى البكاء شوقا لبيت الله الحرام. فرأته ابنة له صغيرة ولكنها كبيرة في صلاحها وتقواها، فقالت لأبيها: ما يبكيك يا أبتاه؟ فقال: الحج أقبل. فقالت: وما لك لا تحج؟ فقال لها: النفقة. فقالت: يرزقك الله. قال: النفقة عليكم من بعدي. فقالت: يرزقنا الله. فقال لها: الأمر إلى أمك، لأن الأم هي من يتحمل هم البيت والطعام والشراب والمريض وغير ذلك. فذهبت البنت الصالحة إلى أمها وإخوانها وأخواتها وقالت لهم: والدنا ليس هو الرزاق، وإنما الرزاق الذي يرزقنا هو الله تعالى، فلندع والدنا يخرج إلى الحج. فما كان من أمر العائلة إلا الموافقة لوالدهم في الخروج إلى الحج. فخرج حاتم الأصم وكان قد أعطى أهله من النفقة ما يكفيهم لمدة 3 أيام فقط. لا إله إلا الله، ما أعظم التوكل على الله عز وجل. ثم خرج يسير خلف القافلة لأنه لا يملك النفقة حتى يكون ضمن القافلة. وفي طريقهم إلى مكة قدر الله تعالى أن عقربا تلدغ أمير القافلة، فأصابه الألم الشديد حتى كاد ينهي حياته. فقالوا الحاشية: إن حاتم الأصم الرجل الصالح معنا خلف القافلة، فلماذا لا نطلب منه أن يرقي قائد القافلة؟ فذهبوا إليه وطلبوا منه ذلك فوافق، ثم أتى ورقى قائد القافلة فشفاه الله تعالى وعافاه من ذلك السم. فقال القائد: نفقتك في الذهاب إلى الحج وفي العودة من الحج علي. فاستبشر حاتم وعلم أن ذلك من فضل الله عز وجل، ثم قال: اللهم هذا تدبيرك لي، فأرني تدبيرك في أهل بيتي. ننتقل وإياكم الآن إلى بيت حاتم ونتأمل ما جرى فيه. لقد مضى اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، انقطع الزاد، فلم يزدد الأمر إلا سوءا وفقرا وحاجة. فأخذت الأم والأولاد يعاتبون البنت الصالحة وقالوا: أنت السبب، أنت السبب فيما نحن فيه، أنت التي فعلت وفعلت. وأخذوا يشتمونها، ولكنها صابرة واثقة محتسبة، وهي تضحك وتقول في نفسها: اللهم قد عودتنا فضلك فلا تمنعنا من فضلك. فقالت أمها: كيف تضحكين ونحن نتضاوى من الجوع؟ فقالت لهم: هل أبونا هو الرازق أم أنه آكل رزق؟ فقالوا: بل إنه آكل رزق، والرزاق هو الله تعالى. فقالت البنت الصالحة التقية الواثقة بالله عز وجل: ذهب آكل الرزق وبقي الرزاق، وما هي إلا ساعات وباب البيت يطرق. فقالوا: من الطارق؟ فقال: إن الأمير يستسقيكم. فقالت الأم: سبحان الله، نحن نتضاوى من الجوع وأمير المؤمنين يستسقينا. فما كان منها إلا أن جهزت إناء نظيفا وملأته ماء عذبا، لأنها تعلم: وأنزل الناس منازلهم. وهذا أمير البلدة كان في رحلة صيد، فانقطع الماء عنهم فأصابه العطش الشديد، فأرسل وزيره إلى أقرب بيت، فكان بيت حاتم الأصم. فلما شرب الأمير من ذلك الماء العذب أحس بطعم وعذوبة الماء، فسأل الوزراء: من صاحب البيت؟ فقالوا: هذا بيت حاتم الأصم. فقال الأمير: الرجل الصالح؟ قالوا: نعم. فقال: الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. فقال لهم: نادوه حتى نجازيه. فقالوا: هو خرج للحج. فقام الأمير وخلع منطقته، أي حزامه،
وهو من القماش المرصع بالجواهر والدرر، ورمى به لأهل حاتم الأصم وقال لوزرائه: من كان منكم لي عليه يد يعني يحترمني فليفعل صنيعي. فخلعوا جميعا أحزمتهم وأعطوها أهل حاتم. فسمع ذلك أحد التجار فقام واشترى هذه الأحزمة بمبالغ كبيرة من الذهب، وأعاد هذه الأحزمة إلى الأمير والوزراء تزلفا وتقربا لهم، فأصبح بيت حاتم الأصم من أغنى بيوت المسلمين. فأخذ أبناء حاتم يأكلون ويشترون ما يريدون من الطعام، ولكن البنت الصالحة كانت تبكي عجبا والله لهذه البنت التقية. فقالت لها الأم: عجبا لك يا بنيتي، بالأمس كنا في جوع وفقر وأنت تضحكين، واليوم قد أغنانا الله وأنت تبكين. فقالت البنت الصالحة: هذا مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نظر إلينا نظرة واحدة بشفقة ورحمة فأغنانا حتى الموت، فكيف لو نظر الرزاق إلينا جل جلاله. ولكم أن تتأملوا في عمق هذه العبارة التي قالتها هذه البنت الصالحة. نسأل الله عز وجل صلاح النية والذرية والعصمة من الفتن والزلل من فساد القول والعمل. ولنا أن نتأمل. سئل حاتم في يوم من الأيام: بما حققت التقوى يا حاتم؟ فقال: حققت التقوى بأربعة أمور، وذكر: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الموت يطلبني فأعددت الزاد لذلك اليوم، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني وأنا على معصية. فسبحان الله، تحقيق التقوى في حياة الإنسان مهما كانت العقبات والتحديات في طريقه، وقد رأينا هذا واضحا وجليا في حياة حاتم الأصم وأهله وأهله، وخصوصا البنت الصالحة. وكما قال طلق بن حبيب في تعريفه للتقوى فقال: التقوى هي أن تعمل ما يرضي الله عز وجل على نور من الله، تبتغي ثواب الله وتترك ما حرم الله على نور من الله، مخافة عذاب الله عز وجل. رحم الله الجميع رحمة واسعة، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في جميع البلدان وفي فلسطين وبلاد الشام، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يوم قل المعين والناصر. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.